عشان تتابع قناة الروشتة من فضلك اشترك بالقناة ودوس لايك لو الفيديو عجبك وشارك الفيديو مع الآخرين، لربما الفيديو لو ما عجبكش أو ما نفعكش ممكن ينفع حد تاني، وفعل خاصية الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمتى الحامل تشعر بحركة الجنين لأول مرة؟ خلونا نفرق بين نوعين من الحوامل، الحامل الخروس والحامل الولود. يعني إيه الحامل الخروس؟ الحامل الخروس يعني بالعامية هي الحامل البكرية اللي هي أول مرة في حياتها تبقى حامل، أما الحامل الولود اللي سبق ليها إنها تكون حامل قبل كده وولدت قبل كده. في فرق بين الاتنين. الحامل البكرية اللي هي أول مرة تحمل هتشعر بحركة الجنين بداية من الأسبوع الـ18، بداية من الأسبوع الـ18 يعني في الشهر الخامس. احنا بنقول بداية، الحركة هتبقى أحلى وأحلى وأحلى مع نهاية الخامس. اطمني لو ما شعرتيش بالحركة في أول الخامس هتحس بيها في نهاية الخامس إن شاء الله، وهتبقى أقوى وأقوى وهتبقى يعني زي الفل إن شاء الله. أما بالنسبة للحامل الولود اللي هي ولدت قبل كده فممكن تشعر بالحركة مع نهاية الشهر الرابع، يعني تقريبا في الأسبوع الـ16. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.